فلما اصطفوا للقتال هنا المشركون وهنا المسلمون، خرج رجل يقاوله سباع من المشركين فقال من يبارز؟ فخرج إليه حمزة، قال حمزة يا سباع أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه حتى كان كأمس الذهب، يعني قتله في بمضة عين. يقول لما رأيت بأسه وشدته كمنت له تخبأت منه من وراء صخرة حتى لما دنا مني وكان كالجمل الأورق يقتل كل من قابله. يقول فتخبأت له فلما دنا مني خرجت وألقيت عليه الحربة وقعت في ثنته في أسفل بطنه ثم خرج بين رجليه. يقول ثم رأيته سقط على الأرض فذهبت، وكان ليس لي رغبة في القتال إلا أن أكون حرا. يقول وحشي بعد ذلك عدت مع الجيش، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بسنين وفتح مكة هربت إلى الطائف، ثم عدت مرة أخرى إليه وعلمت أنه رحيم وأنه غفور وأنه حليم، فعدت إليه أستسمحه وقبلت الإسلام، فجئته مسلما دخلت عليه فقال أنت وحشي؟ فلما رآني قال أنت من قتل حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما كان يا رسول الله. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لم يستطع صلى الله عليه وسلم، لم يتحمل عليه الصلاة والسلام أن يرى قاتل أخيه وقاتل عمه حمزة رضي الله عنه. نرجع أعزائي المشاهدين إلى معركة أحد، ونرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم بعد بخبر مقتل عمه، إذا به يتفقد القتلى فيفجع ويجد عمه حمزة قتيلا مجندلا تحت أديم السماء يراه صريعا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة عمه، رأى جثمانه قد قتل وقد مثل به وقد شق بطنه وقد أخرجت أحشاؤه وبقرت كبده، وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام جثمانه مفجوعا حزينا منكسرا، فقال والله لن أصاب بمثلك أبداً.